بسم الله الرحمن الرحيم ومساء الخير على كل مشاهدي قنوات اون تايم سبورتس في كل مكان، واهلا بيكم في جوله افريقيه جديده في اون افريكا. ماهر اهلا بيك. اهلا بيك يا ادا، واهلا بكل مشاهدي اون تايم سبورتس في كل مكان. عندنا النهارده اخبار مهمه جدا في القاره الافريقيه، اخبار تخص الدوريات العربيه اللي بدات في القاره الافريقيه، وكمان هنتكلم عن المنتخبات الافريقيه واستعدادها لتصفيات بطوله الامم الافريقيه. الحديث عن المنتخبات هيكون مهم جدا، منتخب مصر عنده ماتشين في تصفيات البطوله مهمه قوي بالنسبه لنا، اكيد هيكون لي حديث كبير. ولكن زي ما انت قلت مهم نعرف الدوريات العربيه الافريقيه بدات وكان فيها مفاجآت ولا بدات بدايه عاديه. تحب نبدا منين؟ خلينا نبدا من الدوري المغربي، نروح للدوري المغربي. نبدا من تونس عشان خاطري. خلينا نروح تونس. البدايه خلينا مع الدوري التونسي. الدوري التونسي بدايته كانت بداية خلينا نقول المنطقي، يعني لو استعرضنا مع بعض نتائج الدوري التونسي، عندك النجم الساحلي تعرض لهزيمة في أول لقاء ليه أمام الأولمبي الباجي، الاتحاد بالنقردان تعادل إيجابي مع الأفريقي، النجم المتلوي كسب 2-0 مستقبل سليمان، الترجي فاز في أول لقاء ليه، اتحاد تطوين البنزرتي تعادل 0-0 مع اتحاد المنستيري، الترجي الجرجيسي 1-1 مع الملعب التونسي، مستقبل قابس تعادل 2-2 مع صفاقسي، وشبيبة العمران كسب 2-1 قوافل قفصة. شايف اي مؤشر من اول جوله؟ يعني شايف في حاجه غريبه في اول جوله غير هزيمه النجم؟ لا، هو يعني في تعادل الصفاقسي وتعادل الافريقي التونسي، ولكن فوز الترجي هو الفوز الاهم في البطوله التونسيه. فرقه الترجي بتستعد بشكل جيد لبطوله دوري ابطال افريقيا، وكمان الاستعداد المهم بقى بالنسبه لهم لبطوله كاس العالم للانديه. صح. وكمان النقطه الاهم، الناس عايزه تشوف كوردوزو بقى مدرب الفريق في الموسم الثاني مع الفريق. الراجل جه الموسم الماضي غير كده بعض الاوضاع مع الفريق، واعاد الترجي لمره اخرى لمكانته الافريقيه وعودته باسماء جديده ولاعيبه جدد. وحتى الموسم ده بدا الفريق يدعم الفريق باسماء ولاعيبه كبيره عارفينهم، يوسف البلايلي بيعود، ايمن محمد بيعود، الجلاصي متواجد، جابوا لعيب افريقي ماكوينا، جابوا كانوتي من كوتيفوار، اسماء جديده بيحاولوا يدعموا بيها صفوف الفريق. يمكن الفوز ما كانش الاحتفال بس عشان اول لقاء فوز، ولكن كمان الترجي استلم درع الدوري الموسم الماضي في اول لقاء ليه. يمكن ده كان ليه اسباب، يعني دوري خلص من 3 شهور في تونس او اكتر، ولكن تم استلام الدرع وتسليم الدرع والمراسم في اللقاء الاول ليهم بسبب الرابطه كانت اتحلت وحصل بعض المشاكل وتم تعيين رابطه ثانيه لحد ما بدا يحصل انتخابات وبدا ناس ثانيه تكون موجوده، فده اجل استلام شويه الدوري او تسليم الدوري لنادي الترجي. وده احنا شايفين احتفالات ومتهيألي بدايه حماسيه وقويه ليهم، تحمسهم للموسم ده. اكيد، يعني هي الانطلاقه في بدايه الموسم بيكون وراها مؤشر كبير جدا. يعني انطلاقه الترجي انه بيبدا الموسم ويفوز بنتيجه كبيره ب3 اهداف مهما كان الفريق الخصم. صح. ضعيف فريق كبير، لا، انت خدت الثقه في بدايه الموسم مع لعيبه جدد واسماء جديده ومع المدرب اللي بيثبت نفسه يوم بعد يوم مع فريق الترجي.